ناهد معك نرصد الاوضاع في الجنوب اليوم وتحديدا يعني المستجدات الميدانيه من ناحيه المواجهات الى جانب كذلك القصف بطبيعه الحال بالنسبة للمواجهات البرية بداية هي احتدمت في منطقتين في الخيام وفي منطقة شمع بالخيام تجددت هذه المواجهات منذ يومين كانت طيلة ساعات الليل هناك مواجهات بمختلف أنواع الأسلحة بالأسلحة الرشاشة وبالأسلحة الصاروخية والمدفعية ما يعني أن هناك مسافة قريبة بين الطرفين على الأرض ميدانيا وبالتالي كان حتى طيلة ساعات الليل هناك استهدافات لأليات عسكرية إسرائيلية اليوم قال الحزب أنه استهدف تجمعات لجنود إسرائيليين عند أطراف منطقة الخيام لخمسة مرات المحاولات التوغل إلى هذه المدينة تحصل من محورين من المحور الشرقي ومن المحور الجنوبي لذلك هناك بالفعل محاولات كثيفة للدخول إلى هذه البلدة هناك اليوم حتى هذه اللحظة أكثر من 13 غارة شنت على هذه المدينة وحدها بالإضافة إلى سلسلة من الاستهدافات كانت طالت البلدات المحيطة بها من كان من قصف مدفعي أو حتى قصف فوسفوري طال منطقة الخيام وبالتالي يوم أمس كان أنذر الجيش الإسرائيلي لارا بإخلاء 15 بلدة هي من منطقة منطقة الخيام وصولا إلى كفرشوبا والمناطق المحيطة بمجرى نهر الليطاني هذه الإنذارات جاءت لتطبيق الخطة بالتوغل إلى هذه المدينة وبالتالي بالفعل كان هناك العديد من الغارات استهدفت هذه البلدات التي كان أنذر بإخلائها أبرزها اليوم استهداف للجيش اللبناني وكان في منطقة الماري هذه المنطقة أيضا كان تمت أو وردت ضمن هذه الإخلاءات اليوم تم استهداف بطريقة مباشرة لمركز للجيش اللبناني ما أدى إلى مقتل عنصرين في الجيش واصابه اخرين بجروح هذه المنطقه نفسها غارت عليها الطائرات الحربيه صباحا وادت الى مقتل امراه مع طفليها يبلغان من العمر سنتين هما توام مم. اما في المنطقه الثانيه من المواجهات البريه وهي في منطقه شمع حيث كانت تقدمت القوات الاسرائيليه كان هناك اشتباكات في ساعات الليل من مسافه صفر بين مقاتلي حزب الله والجيش الاسرائيلي الذي تقدم الى هذه المنطقه اليوم افادت معلومات او مصادر الحدث عن وضع بطاريات مدفعيه في بلده شمع البطاريات يتم استخدامها وذلك ليكون لي هناك مساحة أكبر تغطيها المدفعية الإسرائيلية في قصفها خصوصا وأن هناك مدى معين أقصاه 25 إلى 30 كيلومترا تصل فيه المرابط المدفعية على المواقع على الشريط الحدودي ولكن من أجل تطبيق الخطة الإسرائيلية في التوغل أكثر وقصف مناطق أكثر في العمق الجنوبي تم استخدام هذه البطاريات من نوع هاوتزر وهي يمكن تحريكها بنقلها بسهولة ويمكن أن تصل بمدى 30 كيلومترا قصفها الاسرائيلي وذلك لقصف مناطق في العمق الجنوبي اكثر نعم. بغيه تطبيق الخطه الاسرائيليه للوصول الى الطريق الساحليه من منطقه شمع الى مجد زوم بجوارها ومن بعدها منطقه البياضة التي تربط منطقه راس النقوره بمدينه صور على الطريق الساحليه وبالتالي المواجهات بالفعل محتدمه في تلك النقطه اما اللافت اليوم فهو ان الرشقات الصاروخيه من قبل حزب الله كانت مقارنه مع الايام السابقه قليله جدا اليوم الاستهدافات من قبل حزب الله تركزت على المواقع على الشريط الحدودي في اي رصد في كل رصد أي تحرك لجنود م. اسرائيليين اما باتجاه الداخل الاسرائيلي فبالفعل اليوم كانت قليله او منخفضه مقارنه بالايام السابقه